تتجه أنظار عشاق جماهير ومحب النادي الأهلي عند 5:30 مساء اليوم الخميس صوب ملعب الوصل في الإمارات، حيث المواجهة المرتقبة بين الوصل الإماراتي والأهلي في غياب دور 16 للبطولة العربية التي تحمل اسم كأس الشيخ زايد في نسختها الحالية. يدخل الأهلي اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز لاستعادة ذاكرة الانتصارات وثقة اللاعبين في أنفسهم عقب الخسارة أمام الترجي التونسي وفقدان بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتخطي عقبة الوصل الإماراتي لتهدئة الأوضاع ومصالحة جماهير القلعة الحمراء التي تنتظر الفوز ومن ثم العودة من جديد لمنصات التتويج. يخوض المارد الأحمر اللقاء ويحتاج الفوز بأية نتيجة أو التعادل بهدفين لمثلهما على الأقل للاحتكام لركلات الترجيح، لأن أي نتيجة ستقصي الفريق خارج البطولة في أدوارها المبكرة بعدما تعادل الفريقان في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بهدفين لكل منهما. عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عدة جلسات مع لاعبيه خلال اليومين المنقضيين، شرح لهم كافة الظروف التي تواجههم قبل تلك الموقعة الهامة والمرتقبة، وشاهد معهم عددا من المباريات السابقة لفريق الوصل سواء في البطولة العربية أو في الدوري الإماراتي، وقف معهم على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس سعيا لاستغلالها في مواجهة اليوم. يواجه كارتيرون أزمة بالغة الصعوبة في مباراة اليوم في ظل عدم وجود باك يمين صريح بعد غياب الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني للإصابة واستبعاد باسم علي لأسباب فنية. على الجانب الآخر يسعى فريق الوصل لاستغلال الحالة المعنوية للأهلي وتحقيق الفوز عليه، خصوصا أن المباراة تقام على ملعبه، فهو لن يفرط في الصعود لدور الثمانية في ظل النتيجة الطيبة التي حققها الفريق في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة. رصد مسؤول الوصل مكافأة خاصة للاعبين لتحفيزهم على تخطي عقبة الأهلي والسعي بقوة نحو الفوز باللقب العربي.